اهلا وسهلا بكم مع مراجعه جديده وفيديو جديد من رف كتب برعايه دار تويا للنشر والتوزيع. اتمنى الفيديو يعجبكم واتمنى المراجعه تنال اعجابكم، واتمنى كمان ان انتم تشاركوا الفيديو وتدعموا القناه بالاشتراك وبالاعجاب، ومنتظر ترشيحاتكم تحت في التعليقات. انا خالد الجزار وهنبدا بسرعه روايتنا ومراجعتنا فيها. الروايه اسمها سايكلوبلس، إصدار دار المثقفون العرب، تصحيح لغوي وتحرير أدبي نسرين يوسف، مراجعة إخراج فني هند محمود، والغلاف لأحمد محمود، والرسومات الداخلية لمحمد عمرو. لو بصينا على الرواية سايكلوبلس وهنعرف مين هو سايكلوبلس، ده الغلاف. الرواية بتتكلم عن آخر الزمان والفتن اللي موجودة فيه وظهور المسيخ الدجال، ويمكن الى حد كبير الغلاف زي ما احنا شايفين بيحاول ان هو يظهر ده. الرواية من القطع الصغير، عدد صفحاتها 389 صفحة، لكن الفونت جوه صغير شوية، ويمكن ده لعدد الكلمات الكبير. طيب مين هو سايكلوبلس؟ سايكلوبلس أسطورة يونانية بتتكلم عن حد بعين واحدة، يعني تقريبا الكاتبة تقصد بيه المسيخ الدجال. طيب السرد في الرواية باللغة العربية الفصحى، الحوار في الرواية باللغة العربية الفصحى، وده شيء جيد جدا وأنا بحترمه جدا، ومجهود حلو جدا من الأستاذة سارة وهي بتكتب العمل. في الحقيقة هي حاولت كتير إنها تجمع معلومات وبيانات ومعلومات كتير جدا عن الفترة دي، وحاولت تصيغها، بصيغة أدبية، ولكن لم توفق أحيانا في بعض المناطق إنها تقدر تصيغها بالصيغة الأدبية، وغلب على بعض المناطق اللغة التقريرية أو البحثية. طيب نبدأ كده مع بعض أول صفحة، وهي بتتكلم في بتقول هتف المكذوب هو ربكم فاعبدوه، ضحك أهل المدينة كعادتهم على مكذوب القرية. يعني من البدايات كده، من تاني سطر في حاجة اعتقد ان هي كانت محتاجة انها تقعد اكتر على العمل اكتر من كده، وكمان كانت تدي فرصة للتحرير الادبي ان هو ياخد وقته اكتر من كده ويقدر يطلع لنا العمل بشكل افضل من كده. ولكن الحقيقة ان اسلوب الاستاذة سارة اسلوب ممتاز في الكتابة، ما هوش سيء. هي حاولت، يمكن ما عندهاش الخبرة لكن عندها الموهبة، حاولت كتير، عملت شغل مش بطال من وجهة نظري. تعالوا مع بعض نسمع فقرة ونقراها مع بعض، وبعد كده نرجع نتكلم ونشوف الدنيا فيها ايه. اهتزت الارض، تشققت، انفجرت ينابيع كنوز كعيون الماء، تخرج كنوزا، تفيض فيضا بكنوز عجيبة غريبة، تذهل العين، تأخذ العقل، لآلئ وماسات لا تعد ولا تحصى، تعكس ضوء الشمس بملايين الأشعة الملونة، جعلت من النهار احتفالا بيوم الجنة، صوت الذهب وهو ينبسط كالينابيع من باطن الأرض يكاد يسمع من على بعد أميال وأميال، لونه الأصفر يذهب العقول، أحجار مختلفة الألوان تضوي بألوانها المبهجة فتحرك القلوب. بعد الفقرة اللي سمعناها دلوقتي وقريناها سواء، اعتقد ان احنا شفنا قد ايه هي عندها القدرة على الكتابة وعلى التصوير، وعاملة صور جميلة جدا في الفقرة دي.
وده زي ما انا قلت بيدل على قد ايه هي عندها الموهبه، وانها ممكن كتير جدا مع بعض الدراسه انها تقدر تتحسن وتقدر تقدم لنا عمل افضل من كده بكتير. العمل برضو من ضمن مميزاته ان بيغلب عليه السرد، هي مستخدمة الحوار في مناطق محددة وبشكل جيد جدا وبشكل ممتاز جدا وبشكل حلو جدا، مفيهوش اسهاب، انما الاسهاب في السرد، يعني مشكلة عندها في السرد، ان احيانا بيفلت منها الموضوع وبتتكلم كتير في حاجات ربما تقدر تستغنى عنها. كمان بينقصها في السرد فكرة السبك، يعني استخدام و ثم وقد ولقد وكان وكانت، الحاجات دي بتأثر كتير على المستوى العام للرواية، وبنقول انها بتفصل القارئ شوية عن العمل، خاصة اذا كان العمل عدد الكلمات اللي فيه كتير، تقريبا العمل تقريبا داخل في 65,000 كلمة، ف65,000 كلمة إن ما كانوش كلهم في مكانهم القارئ مش هيستمر. ولو بصينا ودققنا فعلا في العمل هنلاقي إن في عدد كلمات كبير جدا ممكن يتحذف منه. ولكن هرجع تاني وأقول إن دي التجربة الأولى لسارة، أتمنى إنها تشتغل على نفسها، وأتمنى إنها ما تتضايقش من الكلام اللي أنا بقوله، لأنها فعلا إنسانة موهوبة زي ما قلت قبل كده. وفي النهاية بشكركم، وأتمنى إن الفيديو يكون عجبكم والمراجعة تكون عجبتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.